طيب خلينا نروح نشوف لقاءات الممتاز بيه النهارده، نتائج، ناخد النتائج وناخد جدول الترتيب، وبعدين هوريكم لقاء النصر. وطبعا معلش اليومين دول مهتمين شويه ببطوله كاس مصر، فما ما سجلناش اهداف كتير من الماتشات. خلينا نستعرض مع بعض النتائج دي. ماتشات المجموعه الاولى، بني سويف والفيوم 0-0، الالومنيوم كسب الجونه 2-1، بيروت فوز على البداري 2-1، طنية وقينا 0-0، المنيا وفوز على المدينة المنورة 2-0، كيما أسوان ونصر الفكرية 1-1، الأسيوطي والواسطة 2-1 لصالح الأسيوطي، سوهاج وطهطا 3-1. ترتيب المجموعة الأولى، الأسيوطي في المركز الأول ب 47 نقطة، المركز الثاني سوهاج 36، فرق 11 نقطة لصالح الأسيوطي بيلعب في الأسبوع العشرين. بني سويف المركز الثالث 32 نقطة، الجونة الرابع 31 نقطة، بني سويف الخامس 29 نقطة، الألمونيوم السادس 29 نقطة، المنيا السابع 26 نقطة، كيما أسوان الثامن 25 نقطة، ديروت التاسع 25 نقطة، الفيوم المركز العاشر 22 نقطة، نصر الفكرية في المركز ال 11 21 نقطة، المدينة المنورة المركز ال 12 21 نقطة، طهطا المركز ال 13 21 نقطة، هنا المركز ال 14 19 نقطة، الواسطة بقى مراكز الخطر من أول المدينة المنورة أو من أول نصر الفكرية لغاية تحت لغاية البداري، خمس فرق هينزلوا للقسم الثالث. الواسطة المركز ال 15 15 نقطة، طامية المركز ال 16 14 نقطة، البداري المركز ال 17 13 نقطة. خلينا نروح للمجموعة الثانية، مجموعة القاهرة والقناة، كوكاكولا والسويس 0-0، دمياط والقناة 1-0 لصالح دمياط، مصرية اتصالات وشرقية الدخان 0-0، النصر تعادل النهاردة مع اتحاد الشرطة 1-1، المريخ فاز على نادي مصر 1-0، نجوم المستقبل بيرجع بفوز مهم على الشهداء في اسماعيلية 2-1، البنك الأهلي بيكسب جمهورية شبين فوز كبير 3-0، الترسانة والزرقاء 2-2، كان الزرقاء كسبان 2-0 في الشوط الأول، ولكن الترسانة عاد في الشوط الثاني وتعادل 2-2، السكة الحديد وكهربة إسماعيلية 2-0 لصالح السكة الحديد بقيادة خالد بيبو. كده ترتيب المجموعة الثانية، النصر فرق 9 نقاط عن السويس، النصر في المركز الأول 46 نقطة، السويس في المركز الثاني 37 نقطة، نادي مصر المركز الثالث 31 نقطة، المريخ المركز الرابع 31 نقطة، سيراميكا في المركز الخامس 28، كوكاكولا المركز السادس 28، البنك الأهلي السابع 27 نقطة، السكة الحديد الثامن 26 نقطة، جمهورية شبين التاسع 25 نقطة، مصرية اتصالات في المركز العاشر 24 نقطة، ال 11 نجوم المستقبل 23 نقطة، الشرقية الدخان المركز ال 12 22 نقطة، اتحاد الشرطة المركز ال 13 21 نقطة، وبعدين نخش بقى على مراكز الخطورة، الزرقاء في المركز ال 14 20 نقطة، كهربة اسماعيلية في المركز ال 15 19 نقطة، دمياط في المركز ال 16 18 نقطة، الترسانة ال 17 18 نقطة، القناة المركز ال 18 قبل الأخير 17 نقطة، الشهداء في المركز الأخير 19، المركز ال 19 برصيد 8 نقاط أو 9 نقاط. نروح للمجموعة الثالثة، منصورة كسبت ديكيرنس 1-0، دمنهور فوز على تعادل مع الحرية 0-0، كفر الشيخ والبلدية 2-2، دي على فكرة دي ماتشات الأسبوع اللي فات يا جماعة. النهاردة في ماتشات جديدة. النهاردة كان في نتائج ماتشات جديدة. أنا معايا نتائج ماتشات النهاردة بتاعة المجموعة الثالثة. هقول لكم النتائج بقى المجموعة الثالثة، إن دي نتائج الأسبوع اللي فات. نتائج المجموعة الثالثة النهاردة، الحمام ودمنهور 1-1. البلدية كسبت المنصورة 1-0. الأولمبي كسب نبروف نبرو 2-0. مياه البحيرة وحرس الحدود 0-0، شربين وغزل المحلة 1-1، بدر والرجاء 0-0، واستقال الكابتن طارق محجوب المدير الفني لنادي الرجاء، مش عارف ليه مع ان لسه الرجاء في اللعبة مش بعيد. صيد المحلة وتكيرنس 0-0، فاركو فاز على كفر الشيخ 3-2، والحرية فوز على كوم حمادة 1-0. خلينا نشوف جدول الترتيب كده في المجموعة الثالثة، ده الترتيب الجديد ولا الترتيب القديم؟ ده الترتيب الجديد كده. بلدية المحلة في المركز الأول 47 نقطة، المركز الثاني الرجاء 42 نقطة، خمس نقاط فارق. يعني أنا بقول لكابتن طارق محجوب مفيش داعي للاستقالة،
لسه بدري والدوري طويل والرجاء عامل موسم كويس السنه دي والبلديه برضو عامل موسم كويس. الحرس في المركز الثالث 38 نقطه، فاركو الرابع 34، كفر الشيخ الخامس 33، غزل المحله في المركز السادس 31، الاولمبي السابع 29 نقطه، كوم حماده المركز الثامن 29 نقطه، دمنهور التاسع 28 نقطه، نبارو في المركز العاشر 28 نقطه، المنصوره في المركز ال11 26 نقطه، الحريه المركز ال12 25 نقطه. ونروح بقى لمراكز الخطوره، الحمام في المركز ال13 21 نقطه، شربين المركز ال14 20 نقطه، ديكيرنس وبدر وصيد المحله ومياه البحيره زي ما انتم شايفين في مراكز متاخره جدا، يعني انا بقول ما يزعلوش مني، يعني ما يزعلوش مني، ديكيرنس وبدر وصيد المحله ومياه البحيره خلاص الامور صعبه جدا بالنسبه لهم، المركز ال15 وال16 وال17 وال18، وفي منافسه بقى ما بين بقيه الفرق على مكان الخامس للهبوط للقسم الثالث، رغم ان لسه بدري لكن بدات خلاص الفرق تبعد عن ديكيرنس وعن بدر وعن صيد المحله وعن مياه البحيره. خلينا نشوف اهداف مباراه النصر النهارده واتحاد الشرطه، والتعادل الايجابي 1-1، فريق اتحاد الشرطه والنصر، اتحاد الشرطه تقدم 1-0، عمر كمال عبد الواحد، المباراه كانت في ملعب نادي النصر، عمر كمال عبد الواحد تقدم لنادي اتحاد الشرطه، وده هدف التعادل لنادي النصر، فاول حلو قوي من خارج منطقه الجزاء. وتعادل نادي النصر مع اتحاد الشرطه 1-1.